ازيكم؟ عاملين ايه؟ لعبة جديدة نازلة مجانا على متجر ايبك جيمز، هي كريس تيلز. اللعبة نازلة لحد يوم مجانا فري لحد يوم 3/3. اللعبة كانت ب$30، موجودة اصلا على متجر ستيم ب$40، بس هي نازلة فري لحد يوم 3/3. انا هكتب لكم اللينك بتاع اللعبة في الوصف الفيديو. دي صور من اللعبة وفي فيديوهات اهي. اللعبة غالية أصلا، بس ما هي نازلة مجانا لحد يوم 3/3. انزلوا يعني الحقوا حملوها. ده ريكويرمنت اللعبة، المينيمم بتاعها في 4 جيجا والكارت الشاشة بس. ده كان فيديو النهاردة، استنونا في فيديو جديد ولعبة تانية مجانية ان شاء الله قريب. متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب. شكرا، سلام.